سمو الشيخ مبروك على الريال جالا. أنا هاي تعتبر ثالث سنة أنظمه وأشارك فيه. طيب حابين نعرف منك المصممين من أي دول؟ كانوا هالمرة عالميين، ككل مرة نختار نخبة منهم، من ماليزيا، من إيران، من الإمارات، من السعودية، من إيطاليا، من روسيا، من فرنسا، من حول العالم. كل سنة غير، كل سنة كولكشن جديد ومجموعة حلوة. وين بتحبي أكتر شيء يكون العرض تبعك؟ أنا يعجبني بلازو فرساتشي لأن الممشى طويل ويخدم الجميع، أن كل حد يلس السطرة الأولى وما حد يزعل. الأماكن الثانية أنحرج لأن القاعة ما تكفي، يعني أنا حبايبي وايد ما شاء الله حبايبي وايد حياتي حبايبي وايد، فأخجل أني ما أعزمهم. فإن شاء الله المرة الجاية شكلنا بناخذ يمكن قاعة أكبر، بنشوف كيف الموضوع، لكن هاي بتكون إن شاء الله. حابين نحن نعلن أن نحن راح ننظم أسبوع دبي للموضة إن شاء الله في شهر مارس إن شاء الله، ولكن راح نحافظ على الرويال جالا، ان نختار نخبه يكون حق الكوتور، ان الرويال جالا يكون حق الكوتور والدبي فاشن ويك يكون حق العامه. يعني ان شاء الله السنه الجايه حيكون كمان بدبي ان شاء الله باذن الله، كل سنه وكل حول ان شاء الله. طيب هاي السنه شو اكثر شيء اعتمدتوا الالوان؟ اكثر شيء هالسنه كل مصمم مختار له لون ومختار له شكل وجوده بحد ذاته، عرفتي؟ وتلاقي مثلا دائما الفساتين السهره يختارون الالوان اما الفاتحه أو أسود، ودائما يكون الأحمر موجود، فدائما تلاقين فواتح أسود أحمر دائما. هو الأسود سيد الألوان. الأسود سيد الألوان، والأحمر المرأة تحس نفسها أنثى فيها، والفواتح حق البنات الحلوين. من وين تستوحي أفكارك سمو الشيخة؟ أنا أخذها من الورد ومن التصاميم العالمية الملكية التي يعني الكلاسيكية. أنا أحب التصميم الكلاسيك، يعني مثل حتى العباية اللي حين لابستنها كلاسيك ديزاين، بس اللهم فصلناها على الشيء اللي يناسبنا نحن، هندسناها على الطريقة اللي تناسب ذوقنا نحن، الإماراتي أو الإسلامي أو المحافظ. يلا إن شاء الله ألف مبروك يا رب، وشكراً لإلك سمو الشيخة. شكراً، يا هلا وسهلا.